السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم رشيد طريح من مدينة أكادير، موسيقي. الله يجزيكم بخير. أنا هو اللي عندي المشكل مع الزوجة ديالي، أنا صابر معها 20 عام من أجل مريضة وكنعاني الولاد، عندي 5 الأطفال. هي ديما كانت كتعنف لي وكتفرض عليا شي مسائل على الحياة ديالي اللي ما قادرش عليهم وما كنعاش معايا، وحنا الحمد لله على قد المستطاع، ولكن كتفرض عليك باش تكون عندك دارك وباش تجيب ليا الفلوس بزاف، وانا راه مسكناها وعايشين بخير وما كنقدرش نودي لها دوك الطلبات ديالها، كتولي كتعنفني وكتقلب الطرق. انا جات ضرباتني قدام ولادي، ضرباتني بالحديده في الراس ديالي نهار 17 قدام ولادي، وقمشاتني وضرباتني بالقراعي والجاج، والاخت ديالها كانت حاضره في ذاك النهار وهي اللي فكاتني وشاهده عليا بان هي ظالماني، وهي راه مراه متعصبه وحنا كنراعيو الحاله ديالها، وراه لكن راه هذه الحاله ديال المرض ديالها ما بقاش مرض، راه هادشي راه ولات كتعطى بزاف لهادشي اللي كتاكل، كتفوت النيفو في الدواء. انا البارح انا مشيت نطيب لولادي العشاء، خلاتهم بالجوع وكتجارى في الكوميساريات، وزجات لقاتني هزات الكاميله حيدتها ليا وكبتها في لبابو، وملي مشيت ثاني رديت الكاميله وثاني وغسلت المواعن ورديتهم، مشات دفلات فيها ومشات كتعيط للبوليس كتقول لهم اجي وديوه. دابا راه عندي التقديم الله يجازيكم بخير، دابا البوليس كيتسناوني، دابا كيصونيو ليا حيت عمروا ليا الاقوال ديالي، ومشات لاحت عليا باطل وقالت لهم هذا السيد راه ضربني بالموس، اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر، وقالت لهم ضربني بالموس وسكايري وكيشرب الشراب ومفسد واللي ما فياش، قالتو فيا ولادي راه حاضرين، وجات الابنه ديالي كتخاصم عليها وسبت عصبات الابنه ديالي اللي كانت جرات عليها يد اللي كبات عليها لسان شحال هادي، وهاد السيدة راه لايحة علينا باطل، الله يجازيكم بخير، ما تثقوش في هاد المرة، الله يجازيكم بخير، اعطيوني حقي، إلا بغات أنا تفك معايا راه تفك معايا وتعطيني ونطلقوا في حالة اعتداء، أنا راه كنطلب بالطلاق الشقاق من أجل الظلم، أنا راه السيدة راه غادي تقتلني ولايحة عليا الباطل، أنا دابا في الكوميسارية قدموني للوكيل ولايحة عليا الباطل، وأنا عاتي الأقوال ديالي وولادي حاضرين والشهود، وأنا كنطلب منكم الله يجازيكم بخير، أنا راه ما في حاليش، والله يجازيكم بخير، راني مظلوم وراني كنموت كل نهار آلاف المرات في النهار قاعد ليامات لهاد الشيء اللي وقع ليا 20 عام وأنا صابر على ولادي، أنا ما باغيش نوصل لهاد الحالة ملي هضرت، و 20 عام وهي كتقمشني، الاصدقاء ديالي كلهم كيشوفوا هذا الشيء 20 عام، وديما كتمشي كدي ليا ولادي وكدير الطرق باش تفرض عليا داك الشيء اللي بغات، وانا راك غادي على قد الحال، هاد المره هذه وصلت فيها الجراه باش تمشي قالت لي انتقم منك وراه غادي نصيفطك للحبس وقادره نلوح عليك الباطل، وداك الشيء اللي دارت الله يجازيكم بخير بالتحقيق في هذا الشيء اللي كتقول عليه هاد المره، وراه انا مستعد عندي الفوكالات ديالها وكاينين الشهود والناس والاصدقاء والعيالات والعائلة الا اللي كيشهدوا في هذا الشيء، راه ما فياش اللي كتقول فيا، الله يرحم لكم الوالدين. وانا شفت تي في لا جيت راه درت الاعلام، راه راي العام بغيت نوجه هذه الرساله للسلطه باش يحميوني، راه شحال من واحد مظلوم وشحال من واحد في الحبس، راه الحبس فيه الظالم والمظلوم، انا راه غادي نموت الا ظلماني هذه السيده ولايحه عليا الباطل وشردت لي ولادي، الله يجازيكم بخير وقفوا معايا، الله يرحم لكم الوالدين وقفوا معايا في المحكمه، غادي نتقدموا دابا للمحكمه، انا راه جاوبت، انا راه ولادي يجيو بداك الشيء اللي كتقول راه حاضرين والناس حاضرين، الله يجازيكم بخير، راه باطل هذا، اللهم ان هذا منكر، وقفوا معايا، الله يجازيكم بخير. المصير ديالي هو صافي، العائله ديالي مشات وتشتتت لي العائله ديالي ظلما من اجل ما قنعاش، وربا واحد العام كانت ديما كتضربني، واحد العام واحد العام اللي ضرباتني وتكرفصات عليا وجات وغاكلت بيدي، ضربتها في وجهها ومشات هزات لي الحوايج ديالها ومشات للبلاد وقالت لهم لا ما نجيش، وخليتها تما واحد الوقت، قال لي اخوها اجي ديها، ملي جيت نديها قال لي اخوها عرفت اش غدير، سير دير لي واحد الالتزام اش بقاش تخاصمو، ومشيت قلت لها ودي علاش الالتزام، على انا شنو داير، ومشى معايا وكتب واحد الالتزام في سميمو تما، ومشى بانجليزي وما عندي كاع الوراق، عندي الباسبور مايت وشدو عندي ومشى انجليزا به ذاك الورقه، ودابا كيهددوني بديك الورقه ديال 10 سنين هذه ولا شحال دايز عليها، بانك راك انت اللي كنتي كدير وكتفعل، اللهم ان هذا منكر، الله يجازيكم بخير بالتحقيق في هذه القضيه ديالي، الله يرحم لكم الوالدين باش تجيو تشوفوا هذه العائلات هادو فاش عايشين، وتشوفوا هذه الوليدات كيف عايشهم، وفي وصلتنا دابا هذه المراه هادي. قالت الناس ما غاديش نتفك معاه، خص ننتقم منه، واش انا ما خدامش ليك، الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين، فكوني مع هذه السيده بخير وعلى خير، كل واحد الله يسهل عليه، والله راه غادي يخلصها والوليدات على تقليدها، وانا راه دابا الحياه ديالي راه مشرده،
والسلام عليكم. الله يرحم الوالدين. الله يتعاون معايا، الله يجزيكم بخير. انا في المحكمه الابتدائيه بإن زكان كنطالب بالمحكمه تعطيني مساعده قضائيه نظرا للظروف. دابا راه ما خدام، راه مريض نفسيا، كان باتها في الزنقه وما كان بغيش نمشي، كنمشي ندي لولادي ما ياكلوا في العشيه، كيما ندخل نعطيهم شي حاجه كتصوني البوليس وكتخلعني. الله يرحم لكم الوالدين، وقفوا معايا في هذه الحاله، الله يجازيكم بخير. انا كان باتها في الزنقه وكان باتها في الله لي عالم، والله لي عالم، حسبي الله ونعم الوكيل. يعني تصورت انك توصل يعني لهذا الدرجه؟ ما نهار تشوفني، نهار تجي جيت تشوف في كان بات، نهار تجي تشوف تصورني في كان بات، دابا في العشيه تجي عندي تشوف في كان بات، وحياي وانا كنخلي لها الدار ديما ونمشي نبات تما غير باش تبقى، حيت كندخل كتجري عليا ديما نظرا اللي مريضه بمعصبه. ولكن هاد السيده ما عرفت شنو هو، شنو بغات توصل في هاد الشيء كاملو. الله يرحم لكم الوالدين، وقفوا معايا، راه البوليس كيتسناوني دابا، راه تعطلت عليهم. الله يجازيكم بخير. كنت بغيت نشوف الاب ديالي، راه هو مسكين، حتى هو فنان، راه كاين في السبيطار مسكين، راه عنده نزيف وكاين في حاله خطر. بيتهال قلت للشرطه نمشيو نشوف با، قالوا لي لا جي دابا باش ندفعوك. الله يرحم والديكم، انا غادي عندهم، الله يجازيكم بخير. ما هو يقدر، الله اعلم، والله عالم، والله مكتب عليا يتصرف هذا، بيتها تعلموا على الحق. شنو اخر كلمه تقولها؟ ربما اخر، الله يجازيكم بخير الناس، يتوقفوا معايا في هذا المشكل ديالي. الله يرحم لكم الوالدين.